ازيكم يا جماعه؟ ده فيديو جديد وموضوع جديد. كنت عملت من فتره كيو ان ايه على انستجرام عندي، ولقيت كذا حد بيقول لي عايزين فيديو نصايح ازاي اجيب مجموعه في الثانوي، وهل اقدر اوفق بين الجيم والمذاكره في الوقت ده ولا لا. والحقيقه انا كنت بفكر في الحوار ده، خصوصا ان احنا في شهر 3 والثلاث شهور الجايين هم اكتر فتره الحوار بيبدا يخش في الجد ويبدا يزيد الضغط على اي حد في ثانوي. فخليني النهارده اقول لك على نصايح هتساعدك انك تجيب مجموعه في ثانوي، وازاي ممكن توفق بين الدراسه والجيم. في الاغلب اللي بيتفرج على الفيديو ده ثلاث انواع من الطلبه، يا اما واحد مذاكر حلو جدا وماشي زي الفل، لو دخل الامتحان في اي وقت هيجيب مجموع بس خايف من الفتره دي ومتوتر ومش عارف يحل الحوار ده ازاي، لما شخص تاني مذاكر لحد ما كويس بس عايز يعرف ازاي يحسن من طريقه مذاكرته او طرق تخليه يجيب مجموع اعلى، لما بقى اخر شخص او النوع التالت ده شخص عنده فكره بسيطه عن المنهج وبدا يفوق متاخر ومحتاج يشد او يذاكر اكتر. خليني بس في الاول اقول لك على حاجه انت عارفها ودايما بتسمعها بس برضو حابب اكد عليها، وهو ان ثانوي ابسط بكتير ومش زي ما انت فاكر، انها فعلا سنه سهله وتافهه. انا مش هقعد اقول لك انت لسه هتشوف قدام وده مش حاجه بالنسبه للي جاي، لان الكلام ده مش هيفيدك ولا هيشجعك. يعني انا كطالب في ثانوي يعني هستفيد ايه لما اعرف ان طب او هندسه اصعب؟ ما انا عارف كده، بس انا كطالب ثانوي في الوقت الحالي اعمل ايه؟ بس ليه انا بقول لك الجمله دي؟ لان فعلا ثانوي مش بتقيس ذكاء ولا بتقيس قدرات على قد ما بتقيس مجهود. يعني اللي بيجيب مجموع في ثانوي مش الاشطر مش الاذكى على قد ما هو المجتهد اكتر واللي نفسه اطول، اللي زي ما بدا اول السنه لحد ما خلصها لحد اخر يوم امتحان. والكلام ده بالاخص للفئه الاولى او الطلبه اللي بتبقى مذاكره حلو جدا بس الخوف والتوتر راكبهم ومش عارفين يسيطروا عليه. الثانويه العامه او الامتحانات بشكل خاص عايزه واحد بارد. يعني انا فاكر في امتحان الثانوي انا كنت شخص بارد جدا وكنت بروح الامتحان وبعض اهزر وخلاص، يعني مش فارقه معايا، لان خلاص انا من شهر 8 او 9 لحد شهر 6 انا بذاكر، يعني هعمل ايه تاني؟ ولو حصل لا قدر الله وما جبتش مجموعه دي توفيق من عند ربنا، يعني دي مش من عندي، مذاكره وذاكرت وعملت كل حاجه، مفيش حاجه تانية في ايدي ممكن اعملها. فليه اسيب التوتر لا يخليني اعرف اركز في مذاكره ولا حتى وانا بحل امتحان؟ ومش ده الصح. وللاسف انا اعرف ناس كده، ناس ما شاء الله كانوا شطار بس الخوف والتوتر ما خلاهمش يعرفوا يركزوا ولا في امتحان ولا في اي حاجه، ولو اديتهم الامتحان ده بره اللجنه والله يحلوه في نص المده كمان. فهي دي الفكره. بالنسبه بقى للنوع الثاني او الشخص اللي مذاكر كويس بس عايز طريقه يذاكر بيها احسن ويجيب مجموع اعلى، في ثلاث طرق ممكن يخلوك تذاكر اسهل. واحد وهي الاكتف ليرنينج. بص انا دايما ما كنتش مقتنع بحته انك تذاكر مع واحد صاحبك، ودايما مقتنع لو اتنين بيذاكروا مع بعض يبقى واحد هينجح والتاني هيسقط، ولو ثلاثه يبقى كلهم هيسقطوا. ولما دخلت الكليه دكتور اناتومي بتاعنا دكتور عباس من اكتر الناس اللي انا بحبها وبحترمها الصراحه، لما كان بيخلص شرح جزء معين كان بيقول لنا كلم زميلك اللي هو شرح له الحته دي، وكان بيقول لنا دي هتبقى طريقتك في المذاكره بعد كده، وانا ما كنتش مقتنع الصراحه. فكان اول ما بيقول لنا كلم زميلك انا كنت بقعد اتكلم معاه حرفيا. وبعدها في سنه ثالثه كان عندنا امتحان مايكرو وانا فاكر وما كنتش مذاكر وقتها، فكلمت واحد صاحبي فقال لي خلاص تعالى ننزل ونذاكر ونظبطها سوا. فقلت خلاص اجرب، وفعلا احنا قعدنا فوق الخمس ساعات مش بنعمل اي حاجه غير ان احنا بنذاكر، واي حد عارف حاجه بيشرحها للتاني. وحتى من بعدها بينا نعمل الحركه دي كتير، يعني انا مثلا في اوقات بيبقى في حاجه انا عايز اذاكرها بجيب واحد صاحبي بيقعد قدامي وبقعد اشرح له الحته دي كلها. ففكره الاكتف ليرنينج من احسن الطرق في المذاكره في الوقت الحالي، وده اللي اكدته بعض الدراسات. انت عشان تشرح لحد حاجه او تفهمها له ده بيتطلب منك انك تبسط المعلومه اكتر، فكره بقى تبسيط المعلومه دي تحتاج منك انك تفهم المعلومه اكتر وتحفظها اكتر، زي كمان وانت بتشرح له انتوا بتراجعوا مع بعض فالحوار بيبقى مفيد. بمناسبه بس حاجه على جنب، يعني شاوت اوت لدكتور اسلام اللي هو متخصص الحوار ده في الجروب بتاعنا. بمناسبه برده يعني انا بقول لحسن انا شرحت لك منهج الكوميونتي كله السنه اللي فاتت وانت لبستني في 6 درجات بتوع التوكسو، واقسم بالله ما انساها. بس نصيحه مهمه لو هتطبق الحوار ده، واحد اختار صاحب بجد عايز يذاكر ويسترجل، وحاول انك تقرا الدرس مثلا وتنزل تشرحه او العكس. تاني حاجه انك لو لقيت الحوار بيسرح منك لسكه بقى انا هلعب بالريال والكلام ده فكك منه واقعد اشرح لنفسك. تاني طريقه ممكن تسهل عليك المذاكره او الحفظ بالاخص وهي الاسكيمات، وهي فكره انك تحول كلام او رغي كتير لجمله او كلمه معينه اول ما تقولها تفتكر الرغي ده كله، فدي ممكن تساعد شويه. انا في امثله الاسكيمات ممكن اقولها بس يعني معظم الاسكيمات اللي بعملها في المنهج بتبقى بيحه فمش هينفع الصراحه. تالت واهم واحسن طريقه من وسط كل دول وهي الحل او انك تحل كتير. بص لو مش هتطلع باي حاجه من الفيديو ده اطلع بالنصيحه دي، لو قعدت تذاكر بس من غير ما تحل هتجيب مجموع اقل عن شخص تاني بيحل بس من غير ما يذاكر، وخصوصا في ثانوي. ثانوي ما فيهاش ابداع او ابتكار في الاسئله، انت لو قعدت تحل بس هتجيب مجموع في ثانوي، على عكس الكليه هقول لك اه ماشي لان خلاص صفيت الناس اللي داخله الكليه وعايز تصفي اكتر فهتبدا تعلي ليفل الاسئله، بس في ثانوي انت عندك ناس كتير جدا ومستويات مختلفه، فانت تلعب على 10 15% بالكتير قوي من توتال الامتحان، وحتى دي الحل هيخليك تظبطها. الحل له فوائد كتير، واحد انه هيعرفك الحته اللي انت واقع فيها ومحتاج تذاكرها او تعيد عليها اكتر، ثاني حاجه هتعرف افكار اسئله او مثلا الحته دي ممكن تسال ازاي، ثالث حاجه انه فعلا هيساعدك انك تفهم او تحفظ اللي انت بتحله. كان في مدرسه في ثانوي كانت بتدينا ملزمتين اسئله كبار، الملزمتين دول يصفوا على 10 ورقات بالعدد، الاسئله كلها بتتكرر تاني، وكان في ناس كتير مش عاجبها الحوار ده وكانت بتقول ان هو نصب وبتاع، بس انا بالنسبه لي ما كنتش متضايق وكنت بقعد احلها والاسئله بتتكرر واتحفظت خلاص، وهي هي الاسئله بالنص اللي جت في الامتحان. المدرسه دي ما كانتش بتالف الاسئله دي، هي هي نفس اسئله السنين اللي فاتت وبتقعد تتكرر. ففعلا ايا كان المستوى بتاعك في ثانوي حل
كتير. انا شخصيا كنت بجيب اسئله السنين اللي فاتت وبقعد احلها بره الكتاب، وقبل الامتحان بكام يوم بقعد احل الامتحانات تاني في الكتاب، لان زي ما بقول لك اسئله الثانوي ما فيهاش ابداع، وحتى لو فيها يعني حتى لو فيها فالامتحان ده مش عليك انت بس، على الناس كلها، فما تقلقش. ولو انا ما كنتش بذاكر عدل كل الشهور اللي فاتت دي وعايز اشد بامانه، يعني هل في امل ان انا اجيب مجموع؟ بص خلينا نكون واقعيين، ممكن تجيب مجموع ممكن. واعرف ناس شخصيا كانوا بيكلموني السنه اللي فاتت واتنين منهم دخلوا اسنان، بس الحوار ده يحتاج منك مجهود كبير ومحترم، لان خلاص يعني انت خلصت كل المسموح عليك، يعني هتعمل ايه تاني؟ المفروض تشد لحد اخر يوم امتحان ويبقى عندك طول نفس، وانت مش خسران اي حاجه من انك تشد في الثلاث شهور دول. يعني منهج ثانوي انت مش هتستفيد منه باي حاجه في الكليه، بس هتطلع بحاجات تانية زي تنظيم الوقت مثلا، فاعتبرها زي 10 او 12 اسبوع ترانسفورميشن، وشد فيهم واعمل اللي عليك وهات اخرك، انت كل اللي عليك السعي. اخر نقطه وحته ازاي اوفق بين الدراسه والجيم، خليني اقول لك على حاجه، الحوار كله في ترتيب اولوياتك. يعني انت كواحد بتتفرج على الفيديو ده ومكمل الفيديو لحد دلوقتي، فانت الاولويه عندك انك تجيب مجموع في ثانوي، وبعدها مثلا الجيم او الرياضه اللي انت بتلعبها، وبعدها اي حاجه تانية، قعده قهوه مثلا مع اصحابك. ما ينفعش بقى انك تشقلب الاولويات دي وتقعد طول اليوم على القهوه وبعدين ترجع بالليل تقول انا ضيعت اليوم كله، خلاص انا مش هنزل جيم واقعد اذاكر، لا خلاص بقى انا ولا ذاكرت ولا عملت حاجه، انا هنام واصحى بكره تاني يوم اذاكر جامد قوي قوي، وده مش الصح. وخليك واقعي، انت مش لازم تتمرن 5 أو 6 مرات في الاسبوع، كفايه 3 مرات في الاسبوع عشان حتى تعرف تلتزم. ولو مش عارف تلتزم بالدايت 100% حاول يبقى 70 او 50% بالمتاح عندك. ولو فرض الاسوأ سيناريو حتى لو ما اتمرنتش والدنيا باظت الفتره دي، وهنقول يا عم كمان خسرت عضلات، اول ما تخلص وترجع تتمرن تاني هتعرف ترجع العضلات دي تاني، لان في ماسل ميموري. فما تهولش الحوار وتضغط على نفسك، انت المفروض بتروح الجيم عشان تتمرن وتتبسط مش عشان تقدر نفسك. بس كده يا جماعه، ربنا معاكم. اخر حاجه بس، اي حد بيشوف الفيديو ده وكمل الاخر ربنا يعينك، بس برضو دعوه حلوه لاخوك، يعني عندي امتحان نسا كمان اسبوع وده برميل رخامه، فدعوه حلوه كده. صعبان عليا يا زغلول، ده انت حالتك طلعت اوحش مننا يا راجل. بس كده يا جماعه، كان الفيديو، لو عجبك ممكن تعمل لايك، لو انت مش على قناه اليوتيوب اعمل سبسكرايب، لو عندك اي اسئله سيبها لي في الكومنتات تحت او على انستجرام هسيب لك برضو اللينك تحت. بس كده يا جماعه.